بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، والبداية بأبرز العناوين. مقتل 4 وجرح 3 في مرزق بعد تعرضهم للرماية، وبلدي المدينة يؤكد أن قوات الكرامة انسحبت بشكل مفاجئ. عقب رفض واسع بالمنطقة الغربية لاتفاقه مع حفتر، السراج يقول إن الحل لن يأتي من خلال لقاءات ثنائية مغلقة. الحبر يؤكد بيع سندات بقيمة 23 مليار دولار في 4 أعوام، ويعلن عزمهم بيع سندات أخرى هذا العام. أفاد عضو المجلس البلدي مرزق محمد عمر بمقتل 4 مواطنين وجرح 3 آخرين في منطقة الديسا بمدينة مرزق بعد تعرضهم للرماية مساء الثلاثاء. وأضاف عمر أن المدينة تشهد حالة احتقان بعد التوتر الأمني الأخير، مشيرا إلى وجود مساع من مشايخ وأعيان المنطقة بهدف التهدئة. كما أكد عضو المجلس البلدي مغادرة القوات التابعة لعملية الكرامة مدينة مرزق مساء الثلاثاء، وذهابهم باتجاه مدينة صبها دون سابق إنذار وفق قوله. بعد أيام من انتهاء المواجهات التي شهدتها مدينة مرزق بين قوة حماية الجنوب وقوات عملية الكرامة، أكد عضو المجلس البلدي مرزق محمد عمر انسحاب الأخيرة من مرزق اتجاه مدينة صبها الثلاثاء دون سابق إنذار. وفور انسحابها من مرزق أعلنت قوات عملية الكرامة الثلاثاء إلغاء بوابتي 17 و18 المواقعتي جنوبي صبها. شعبة الإعلام الحربي التابعة لعملية الكرامة أوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد ورود العديد من الشكاوى ضد هاتين البوابتين دون أن توضح الأسباب. ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي المقربة من عملية الكرامة مقاطع فيديو توضح حرق البوابتين قبل انسحاب مسلحي قوات الكرامة من البوابة التي قالت إنها كانت تفرض أتوات على المواطنين بحسب وصفها. من جهة أخرى، أكدت مصادر من مدينة مرزق أن قوات الكرامة لا توجد في أغلب المدن والمناطق التي دخلت إليها عسكريا أو سلميا، حيث أشارت المصادر إلى تركيز وجود قوات الكرامة في قاعدة تمنهنت وسبها وحقل الشرارة وغدوة، مبينة أن قواتها تدخل إلى بعض المدن وتعلن السيطرة عليها قبل أن تنسحب منها وفق قوله. بعض التقارير أشارت إلى أن قوات الكرامة دخلت وخرجت من أغلب مدن الجنوب الغربي ما عدا القطرون التي لم يدخلها إلا وفد للتفاوض قبل أن يخرج من المدينة بعد ساعات من دخوله، كما أن قوات الكرامة لم تتوجه إلى ما بعد منطقة القطرون حيث الحدود الليبية التشادية. وثقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سقوط 34 مدنيا جراء ما سمته الأعمال العدائية في مختلف المدن منذ بداية نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي. وأوضحت البعثة في تقرير لها الأربعاء أن معظم إصابات المدنيين كانت نتيجة إطلاق الأعيرة النارية، حيث قتل 11 شخصا وأصيب 17 آخرين بجروح، تليها العبوات الناسفة التي أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بجروح، وأن الضحايا من مدن طرابلس وبنغازي وتزربو وسبها. كما أشارت البعثة إلى أن هذه الأعداد اقتصرت على الأشخاص الذين تعرضوا للقتل أو الإصابة في سياق الأعمال القتالية والذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر، ولا تتضمن الذين سقطوا كنتيجة غير مباشرة للقتال وفق التقرير. أكدت منظمة الصحة العالمية تقديم مساعدات طبية تكفي 400 مريض يحتاج إلى الرعاية في مركز صبها الطبي ومستشفى مرزق العام ومستشفى غدوة الميداني. وقالت المنظمة في بيان لها إن الاشتباكات في الجنوب أدت إلى زيادة عدد المصابين مع تسجيل نقص في الإمدادات الطبية وأطباء الاختصاص بالمنطقة. كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها ستنشئ مركزا لوجستيا في صبها لتوفير الإمدادات الطبية للمنطقة الجنوبية، إضافة إلى جزء من مخزون الطوارئ لليبيا بصفة عامة.
إلى خبر آخر، حيث قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، قال إن لقاء أبو ظبي بين سراج وحفتر كان تشاوريا ولم ينبثق عنه اتفاق موقع. وأكد السلاك في مؤتمر صحفي عقده ظهر الأربعاء أنه جرى التوافق في لقاء أبو ظبي على تقليص المرحلة الانتقالية والإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام وتوحيد مؤسسة الدولة ودعم جهود المبعوث الأممي. كما أشار السلاك إلى أن إقالة رئيس الأركان عبد الرحمن الطويل جاءت بناء على مخالفته للوائح العسكرية واستنادا للقوانين العسكرية وفق قوله. في سياق متصل، قال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إنه شدد خلال اجتماعه بخليفة حفتر في الإمارات على مدنية الدولة ورفض الحل العسكري ووقف خطاب التحريض. وأضاف السراج في لقائه عمداء بلديات المنطقة الغربية بطرابلس مساء الثلاثاء أن الحل ليس حكرا على أي مجموعة أو فئة ولن يكون من خلال لقاءات ثنائية مغلقة، وأن التوافق هو أساس العملية السياسية وفق تعبيره. في لقاء له مع عمداء البلديات عقب عودته من أبو ظبي، سعى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى توضيح السياق وملابسات لقائه مع خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية. اللقاء كما يقول السراج جاء في سياق الالتقاء مع كل الأطراف السياسية ضمن مشروع الوفاق الوطني الذي يجمع كل الليبيين ويضع للخلاف إطارا سلميا حضاريا لا يتعداه إلى الاحتراب. أما دوافع الاجتماع بقائد عملية الكرامة فقد حصرها رئيس المجلس الرئاسي في الرغبة في حقن الدماء وتجنب الحرب ورفض التصعيد العسكري. النقطة الأولى كان عدم إطالة الفترة الانتقالية وضرورة توحيد مؤسسات الدولة والإسراع بتوحيدها، إنجاز انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019 وتوفير المناخ اللازم لإجراءها. السراج لم يتوان عن الحديث عن التدخلات الخارجية في ليبيا وحذر من التدخلات السلبية من أطراف إقليمية وأخرى أوروبية وثالثة دولية في الشأن الداخلي. ليس خافي على الجميع أن هناك تنافس إقليمي أوروبي دولي على الملف الليبي، هناك كثير من التدخلات السلبية في ليبيا منذ 2011، بالتالي كنا حريصين على عقد لقاءات مع قيادات تلك الدول رغم هذه التناقضات، وكنا حريصين أن نبقى على مسافة واحدة من الجميع، وهذه الزيارات نراها ضرورة ملحة لمصلحة البلاد ودعم الاستقرار. كما حذر رئيس المجلس الرئاسي المنتقدين للقائه مع خليفة حفتر من خطورة البديل للسلام والتوافق ورسم صورة قاتمة لهذا البديل الذي يعمل حسب قوله لتجنبه. ومن ينتقد الحوار والتوافق لأن لا أرى أن هناك بديل غير الحوار والتوافق، السلام هو خيارنا، البديل سيقودنا إلى حرب أهلية، سنفقد أرواح شبابنا، ستبتر أطرافهم، ندمر منشآتنا الحيوية، ندمر موارد رزقنا، ندمر محطات الكهرباء متاعنا، ونرجع إلى العصور الوسطى نعيش فيها. لقاء السراج هذه المرة مع عمداء منتخبين شعبيا رأى فيه مراقبون أنه قد يكون بداية تحشيد للرأي العام لقبول قرارات وخيارات وربما تنازلات قد تفصح عنها الأيام المقبلة. ناقش رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مع الرئيس السابق لمجلس الدولة عبد الرحمن السواحلي آخر تطورات العملية السياسية والتحضيرات للملتقى الوطني. وأكد الجانبان خلال لقائهما الأربعاء في العاصمة طرابلس على ضرورة انعقاد الملتقى الوطني الجامع في أقرب فرصة ممكنة. كما بحث سلامة المواضيع ذاتها خلال لقائه اليوم أيضا في طرابلس وفدا من المجلس البلدي والفعاليات المنتخبة في مصراتة. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومصرفيين قولهم إن الحكومة المؤقتة بعت سندات تزيد قيمتها على 32 مليار دينار ما يعادل 23 مليار دولار لتمويل الرواتب منذ عام 2000
2014. ونقلت الوكالة عن محافظ مركز البيضاء علي الحبري تأكيده اعتزامه إصدار سندات مالية بقيمة 7 مليارات دينار هذا العام، مشيرا إلى أن القانون يسمح له أن يؤخر سداد السندات إلى 15 سنة على حد قوله. كما أضاف الحبري في تصريحه لرويترز أنه يخطط للبدء في جمع مستندات ثانوية بقيمة 10 مليارات دينار من المواطنين والهيئات الحكومية في المنطقة الشرقية، وأن المرتبات العامة والخدمات الأساسية بالمنطقة تقارب 400 مليون دينار شهريا على حد قوله. ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السيد السنوسي بساكري. أهلا بك. من أين أتت هذه الأموال وأين ذهبت؟ يعني طبعا أتت من مصادر محلية كلها وأغلبها من مصارف تجارية ومن ودائع أفراد موجودة في هذه المصارف، فإذا كلها مصادر محلية. المفترض أن هذه المصادر توجه هذه الأموال لتحريك عجلة الإقصاء الاقتصاد وتنشيط القطاعات الحيوية لتدور داخل. لا، الآن أموالها ذهبت في شكل مرتبات وإنفاق على عمليات عسكرية وغيرها. نعم. طيب يعني سيد السنوسي، هل هذا وضع طبيعي برأيك وماذا سيترتب عليه؟ هو بالقطع مش وضع طبيعي، لأنه يجب أن نفهم أنه الحكومة المؤقتة هي حكومة مستقلة ولديها مشاريعها ولديها خططها وبرامجها وليست لديها إيرادات وعوائد، هذه الإشكالية. فإنفاقها ضخم، يعني السيد السني منذ أشهر قليلة قد يعني وقع قرار بتعيين 25,000 موظف أضافهم إلى 1,800,000 يشتغلوا في الدولة، فإذا عبء جديد، لكن الحكومة ليست لديها موارد لتغطية هذا العبء، فمن أين تتحصل على المال؟ تلجأ إلى الاقتراض، مما يعني أن العبء على الاقتصاد، على أموال الدولة، على الجيل القادم يتضخم ككرة الثلج سنة بعد سنة. نعم. طيب يعني في حال استمرار الانقسام السياسي والمؤسسات في ليبيا واستمر مركز البيضاء في إجراءاته، هل ستكون الدولة قادرة ربما على تحمل عبء مثل هكذا إجراءات، وكيف يتم الخروج من هذا وتفادي تكراره برأيك؟ طبعا هذا هو الخطر، أنه كما قلت يعني فاتورة الإنفاق في زيادة كبيرة جدا، يعني في الشرق وفي الغرب على الأقل حكومة الوفاق لديها موارد، هي التي تسيطر على النفط وتتحكم في إنفاقها، فإشكال العجز ما زال محدود قياسا بحكومة الشرق اللي تنفق بسخاء وتتوسع في إنفاقها كما قلت، سواء كان في مدني أو في عسكري، ولكنها ليست لديها موارد فتلجأ إلى الاقتراض وتراكم العجز. فإذا بهذا الشكل إذا استمر الانقسام الفاتورة، فاتورة العجز، أرقام الدين العام ستتضخم. المشكلة أنه نحن ما عندناش موارد لحل هذه المشكلة، يعني حتى في نشاط اقتصادي مستقر طبيعي يمكن أن تكون الضرائب اللي تفرضها على الشركات العاملة والقطاع الخاص والعام جزء من تضخيم الإيرادات، نحن ما عندناش، عندنا البترول أسعاره دائما ثابتة في هذه الفترة ومشكلة إنتاجها محدودة، ما عندناش إلا الرسوم المفروضة على بيع الدولار، الآن فيها مشكلة لأنه منذ 3 أشهر شبه كيف ما تقول متوقفة أو محدودة، وبعدين عندك مخصصات الأفراد، مخصصات أرباب الأسر اللي ستصرف يعني على الأفراد بشكل إنفاق عادي ستأخذ نسبة ليست بالقليلة، قرابة ثلث الإيرادات من النفط، فمن أين ستأتي بإيرادات تغطي بها الدين المتراكم كل عام؟ ما عندناش كيف نغطه. والخطير في الأمر أنه الإنفاق في ازدياد، فاتورة الإنفاق في ازدياد، فمعناها الدين سنة عن سنة سيزيد والقدرة على احتوائه محدودة والانقسام شكله ما زال قائم، فنحن أمام خطر حقيقي يجب الالتفات إليه، يجب ممارسة الضغوط على الحكومات اللي الآن تنفق من غير أصلا حساب وما عندهاش ضوابط في هذا الإنفاق ولا لديها إيرادات لسداد هذا الدين وفوائده، فوائد المتراكمة سنويا. نعم. كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية السيد السنوسي بساكري، شكرا جزيلا لك. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل.
قوة حماية وتأمين سرت تنهي اعتصامها وتفتح أبواب المجمع الإداري لبلدية سرت بعد إغلاقه مساء الثلاثاء. في المئة من سكان العالم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، ساعتان يوميا ننفقها في الإعجاب والمشاركة وإعادة التغريدة، وما يقرب من مليون تغريدة وصورة تتم مشاركتها كل دقيقة، وكل دقيقة نحاول اللحاق بالمحتوى الذي يلمس اهتماماتكم. على امتداد الوطن تتوزع نحو 100 بلدية من واجبها خدمتكم، تتباعد جغرافيا لكنها تلتقي في المسؤولية عن تقديم الخدمة، كما تواجه ذات التحديات في تحقيق ذلك. نقترب أكثر إلى تفاصيل حياتكم اليومية ونضع المسؤول عنها أمام أسئلتكم في بلديات. مقتل 4 وجرح 3 في مرزق بعد تعرضهم للرماية، وبلد المدينة يؤكد أن قوات الكرامة انسحبت بشكل مفاجئ. عقب رفض واسع بالمنطقة الغربية لاتفاقه مع حفتر، السراج يقول إن الحل لن يأتي من خلال لقاءات ثنائية مغلقة. الحبر يؤكد بيع سندات بقيمة 23 مليار دولار في 4 أعوام، ويعلن عزمهم بيع سندات أخرى هذا العام. أهلا بكم من جديد. أعلن أمير قوة حماية وتأمين سرت النعاس عبد الله إنهاء أفراد القوة اعتصامهم أمام مقر بلدية سرت. وقال النعاس في تصريح لليبيا الأحرار أنهم تلقوا وعودا من وزارة المالية في حكومة الوفاق بصرف 6 أشهر من المرتبات المستحقة لأفراد القوة. وكان أفراد من القوة قد أغلقوا الثلاثاء المجمع الإداري لبلدية سرت وأمهلوا المجلس الرئاسي 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم وصرف مكافآتهم المتأخرة لأكثر من 14 شهرا، وإلا سيتم إغلاق باقي المؤسسات في المدينة. نفت وزارة الخارجية الروسية وجود مقاتلين روس في بنغازي لدعم قوات الكرامة بقيادة خليفة حفتر. وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أنها لا تملك معلومات حول نشاط هيئات حراسة روسية في ليبيا. وكانت صحيفة تلغراف البريطانية قد كشفت عن وجود 300 مرتزق أو مرتزق روسي في بنغازي لدعم خليفة حفتر، يتبعون لشركة فاغنر العسكرية الخاصة التي زودت قوات حفتر بالمدفعية والدبابات وطائرات دون طيار وفق قولها. قال المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى ليبيا جونثان واينر، قال إن تحقيق الأمن على المدى الطويل في ليبيا يتطلب بناء مؤسسات عسكرية وشرطية تحل محل الميليشيات. وأضاف واينر في تقرير له صادر عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن أنه يجب على ليبيا خفض قيمة الرسوم على سعر الصرف حتى تصل إلى التوازن مع سعر السوق السوداء ورفع الدعم عن المحروقات لمواجهة التهريب. كما شدد واينر على تنفيذ خارطة الطريق الأممية للوصول إلى الانتخابات والاتفاق على تاريخ لذلك، حتى تكون هناك حكومة موحدة تعمل بشكل أفضل حتى تصل ليبيا إلى بر الأمان وفق قوله. وبالعودة إلى إعلان قوة حماية وتأمين سرت فك اعتصامها، ينضم لنا عبر الهاتف العميد النعاس عبد الله لمزيد من التفاصيل، وهو آمر قوة وحماية أو قوة حماية وتأمين سرت. سيدي الفاضل، ما هي طبيعة الوعود التي تحصلتم عليها من مالية الوفاق لكي تقرروا فك الاعتصام؟ سيادة العميد، هل أنت في الاستماع؟
يبدو بأننا نواجه مشكلة في التواصل مع السيد النعاس، قد نعود إليه في سياق هذه النشرة. أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على رفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا ودعم الجهود السياسية لحل الأزمة. وجدد البيان الذي صدر الثلاثاء في القاهرة دعم هذه الدول لمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة الرامية إلى حل الأزمة عبر الحوار والانتخابات، مطالبين كافة الأطراف الليبية إلى تغليب مصلحة البلاد والمضي قدما نحو نهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسة في ليبيا وفق البيان. هناك يعني تأكيد رفض التدخل الخارجي في شؤون ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة والتوصل إلى تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام السياسي، أبرز ما أكده البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا. وزراء الخارجية جددوا موقفهم الداعم لحل الأزمة سياسيا استنادا على مبدأ الحوار الشامل والتوافق بين جميع أطراف الأزمة على قاعدة الاتفاق السياسي، مناشدين جميع الأطراف الليبية تغليب مصلحة البلاد والمضي قدما نحو إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا والتعاطي بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة. بيان وزراء الخارجية تطرق إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد أيضا، حيث أبدوا قلقهم إزاء حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية، داعين إلى تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية التي تبنتها البعثة الأممية، ومعربين عن تطلعهم إلى توحيد المؤسسة العسكرية استنادا لمحادثات واجتماعات القاهرة، مرحبين بالخطوات التي أقدمت عليها حكومة الوفاق فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومطالبين بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين أوضاعهم. اجتماع وزراء تونس ومصر والجزائر بشأن الأزمة الليبية ليس الأول، بل سبقه خلال العامين الماضيين 4 اجتماعات تشاورية عقدت في تونس والجزائر والقاهرة، حيث تجري هذه المحادثات في إطار دعم المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في ديسمبر من عام 2016 لحل الأزمة الليبية. جهود خارجية دول الجوار يأتي بالتزامن مع زيارات وتحركات للأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا ولقاءات دولية، أبرزها لقاء أبوظبي الذي جمع خليفة حفتر وفايز السراج، ما يدفع للتساؤل إلى أين يتجه المسار السياسي بين الأطراف الليبية، وما هي فرص نجاح هذه اللقاءات في ظل تباين آراء ومواقف الأطراف المحلية بشأنها. سياسيا أيضا، حيث اعتمد مجلس النواب في جلسة الثلاثاء رسميا ميزانية العام الحالي بعد رفع جلسة الاثنين بشكل طارئ على خلفية تعدي بعض النواب على آخرين بالضرب. يأتي ذلك في ظل خلافات وانقسام داخل المجلس بين أعضائه وتراجع في أدائه وعدم استكمال استحقاقاته الدستورية، وهو ما أثر وفق الكثيرين على صورته محليا ودوليا. مخالفات وخلافات ما زالت جلسات مجلس النواب تسجلها من حين إلى آخر، بعضها شوهد في المباشر أمام الجمهور والبعض الآخر اعترف به بعض نوابه. أما الخلافات فمعظمها شخصية أو مناطقية، مما تسبب في اتهامات متلاحقة لأعضاء المجلس بالفساد وخدمة أجندات فئوية من خارجه. وأما المخالفات فقد تسببت فيها الانقسامات داخل المجلس وخضوعه لضغوطات داخلية وخارجية، وكثيرا ما اتهم رئيسه عقيل صالح بالمسؤولية عنها وتفرده بالقرار في شأنها. عضو مجلس النواب جلال الشويهدي أكد في لقاء خاص مع الأحرار أن تلك التدخلات في شؤون مجلس النواب أضعفت فاعليته وأجبرته على اتخاذ قرارات لا إجماع عليها. كان هناك العديد من التدخلات، نأتي للتدخلات الداخلية حتى عن طريق الضغط الإعلامي، الضغط بعض من أصحاب الآراء المعينة الذين يحاولون أن يضغطوا على مجلس النواب بخروج بقرارات معينة ممكن لا يكون هناك اتفاق عليها في مجلس النواب، ولكن يحاولوا أن يجبروا مجلس النواب باتخاذ بعض مثل هذه القرارات يعني. وأضاف شويهدي أن بعض أعضاء المجلس انقلبوا على الاتفاق السياسي
عندما حققت قوات الكرامة تقدما عسكريا في بنغازي وبإعاز وضغوطات من قيادات العملية العسكرية رغم تأييد الاتفاق من غالبية النواب. في أحد المناطق في مدينة بنغازي كانت تم إعلان تحريرها وهي منطقة الليتي، وهذا هناك من رأى من بعض النواب والعديد من يؤثر في المشهد السياسي أن لا داعي لهذا الاتفاق. أن لهذا الاتفاق لا داعي له، نحن يعني في من يشوف أن هو دخل لهذا الاتفاق دخل مرغم، ولكن الآن أصبحنا نحقق انتصارات عسكرية فلننقلب على هذا الاتفاق السياسي. وإزاء واقع الانقسام الحالي في البرلمان، قال عضو مجلس النواب عن بنغازي أبو بكر بعيرة إن المجلس ضيع طريقه بسبب سوء قيادته ومساهمة الخلافات والمصالح الفئوية في انقسامه شيعا وأحزابا وفق تعبيره، وإن أول خطوة لتصويب هذا المسار هي عودته إلى مقره الدستوري في بنغازي، غير أن التشخيص الذي يراه البعض الأكثر واقعية لتعثر عمل مجلس النواب وتهميش دوره في أغلب الأحيان هو خضوعه لإرادة عملية الكرامة وقائدها الذين لا يخضعون لسلطة المجلس، وكل من يعتقد خلاف ذلك فهو واهم بحسب تعبير عضو البرلمان عن مدينة مرزق محمد لينو. وبقطع النظر عن مسؤولية الكرامة وغيرها في تعطيل دور المؤسسة التشريعية، فإن واقع الانقسام داخل الشعب الليبي حول العديد من القضايا والخلافات المناطقية وغياب المؤسسات المهيكلة قد تكون الأسباب الموضوعية في الانقسام بين أعضاء مجلس النواب باعتبارهم جزءا من ذلك الواقع. وفي ظل الأداء المرتبك للبرلمان والانقسام داخله تطرح أسئلة كثيرة عن مستقبله، لا سيما بعد غيابه عن لقاء أبوظبي والانتقادات الدولية التي أفقدته صورته كهيئة تشريعية مستقلة وفاعلة، إضافة إلى اتجاه المجتمع الدولي حاليا وفق التقديرات إلى عقد ملتقى وطني جامع قد يقفز على جميع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي. بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معتيق الأربعاء مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني استئناف الربط الجوي بين إيطاليا وليبيا. ونقلت وكالة أكل إيطالية عن الداخلية الإيطالية قولها إن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى وجه الخصوص القضايا المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة والاستقرار السياسي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها مما قالت إنه عنف استخدم ضد عشرات المهاجرين خلال احتجاجات بمركز إيواء بطريق السكة أو مركز إيواء طريق السكة الأسبوع الماضي. وقالت المفوضية في بيان لها الأربعاء أنه جرى نقل 120 مهاجرا من طريق السكة إلى عين زارة والسبعة بعد الاحتجاجات، وإنها لم تتمكن من الوصول إلى المتضررين، داعية السلطات الليبية إلى وضع حد للاحتجاز وفق البيان. هذا وأكدت المنظمة استعدادها لدعم ليبيا من أجل إيجاد بدائل للاحتجاز، قائلة إن هناك قرابة 5700 لاجئ ومهاجر في مركز الإيواء داخل ليبيا. من جهتها أدانت المنظمة الدولية للهجرة ما سمته استخدام العنف غير المبرر ضد المهاجرين في مركز إيواء طريق السكة في العاصمة طرابلس. وطالبت المنظمة في بيان لها بالوصول إلى المهاجرين الذين تم نقلهم إلى مراكز أخرى، داعية إلى إيجاد بدائل آمنة للاحتجاز في ليبيا. كما أكدت المنظمة أنها تعمل مع شركائها على ضمان إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية وإعادة توطين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. هذا وأكد المفوض الأوروبي المكلف بشؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس استمرار الاتحاد في مساعدة ليبيا على إدارة ملف الهجرة وضبط الحدود. وقال أفراموبولوس في مؤتمر صحفي الأربعاء إن المفوضية الأوروبية نجحت في إعادة 36 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم بأمان منذ عام 2017، إلى جانب إعادة توطين 300 ألف آخرين في دول متفرقة. كما أشار أفراموبولوس إلى أن المفوضية تحاول مساعدة الليبيين على وضع قوانين وبنى تحتية تمكنهم من استقبال من يتم إنقاذهم في المياه الإقليمية الليبية ووضعهم في مراكز استقبال تحترم حقوق الإنسان وفق قوله.
في سياق ذي سلع ناقشت غرفة إدارة الحدود المشكلة من المجلس الرئاسي آلية تفعيل عمل الغرفة وتوحيد الرؤية حول القضايا المتعلقة بأمن الحدود لمكافحة عمليات التهريب وتدفق المهاجرين إلى ليبيا. واتفق المجتمعون في لقائهم الأول الذي عقد في طرابلس على عقد اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات وتحديد المهام والأولويات التي تنظم عمل الغرفة ووضع خطة لإدارة الحدود. وتتكون الغرفة من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة ووكيل وزارة المالية وآمر رئاسة أركان حرس الحدود ونائب رئيس جهاز المخابرات وآمر جهاز حرس السواحل ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود. أعلنت السلطات الإيطالية اعتقال 40 شخصا قالت إنهم يتبعون تشكيلا إجراميا يحترف سرقة السيارات الفاخرة ويقوم بتهريبها إلى ليبيا عن طريق مالطا. وقالت صحيفة تايمز أوف مالطا إن 150 ضابطا إيطاليا نفذوا العملية وقاموا بتفتيش 50 موقعا في العديد من المدن الإيطالية، مشيرة إلى مشاركة مالطيين اثنين في عمليات التهريب. كما أشارت الصحيفة إلى العثور على وثائق مزورة و21 شاحنة وثماني سيارات وغيرها من المركبات الأخرى كانت في طريق شحنها إلى مالطا. أعلن المكتب الإعلامي لمطار معتيقا الدولي فتح الأجواء أمام الطائرات بعد إغلاقها ساعات لأسباب أمنية. وأشار المكتب الإعلامي عبر صفحته بفيسبوك إلى أن الحركة عادت لطبيعتها في المطار وأن الطائرات القادمة من وإلى تونس واسطنبول تسير وفق الرحلات المجدولة. وكانت مصلحة الطيران المدني قد أصدرت تعليماتها بإيقاف الملاحة الجوية بالمطار منذ مساء الثلاثاء بعد اختراق طائرات دون طيار مجهولة الهوية للأجواء قرب محيط المطار. أعلنت مصلحة الأحوال المدنية الثلاثاء افتتاح مكتب خدمي لها بمنطقة الأربعين شرقية سرت. وأوضح رئيس المصلحة محمد بالتمر أن خدمات المكتب ستغطي مناطق شرق سرت وأبو زاهية والحنيوة وسلطان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصلحة عازمة على تقديم خدماتها في كامل مناطق ليبيا للتخفيف عن المواطن والقضاء على المركزية. أفاد عضو المجلس المحلي تورغا عبد النبي بعرابة بتزويد منظمة جي آي زد الألمانية لمدينة تورغا بعدد من ماكينات الخياطة لإقامة مركز تدريب في المدينة. وأكد بعرابة في تصريح لليبيا الأحرار أن المنظمة دربت عددا من فتيات تورغا ضمن دورة تدريبية أقامتها في تونس خلال العام الماضي ليصبحن مدربات، مضيفا أن المنظمة زودت تورغا بماكينات الخياطة الحديثة وخيمة مجهزة بهدف تكوين معمل لتدريب النساء على الخياطة. أصدر المجلس البلدي مصراتة قرارا يقضي بإعادة تشكيل مجلس مصراتة للشورى والإصلاح وتسميته بمجلس أعيان بلدية مصراتة. ونص قرار المجلس الذي نشر الثلاثاء عبر صفحته بفيسبوك على أن يتكون مجلس الأعيان من مختاري محلات البلدية وأعيان المكونات الاجتماعية ويعقد اجتماعه الأول ويعقد اجتماعه الأول لاختيار رئيس للمجلس ونائبه في مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور القرار. كما أشار القرار إلى أن مهام المجلس تتمثل في التواصل مع أطراف النزاع داخل البلدية والمصالحة بين أبناء ليبيا إلى جانب التمثيل الاجتماعي لبلدية مصراتة في كافة المحافل الاجتماعية. شرعت أغلب المصارف التجارية في طرابلس الاثنين الماضي في استكمال إجراءات صرف مخصصات أرباب الأسر المستحقة عن عام 2018 الماضي. وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى موافقته بالبدء في توزيع منحة $500 وفق الشروط والضوابط المنظمة لبيع النقد الأجنبي. بعد مخاض عسير وجدل واسع بدأت عملية صرف منح أرباب الأسر المخصصة لعام 2018 بعد أن أذنت مصلحة الأحوال المدنية لمصرف ليبيا المركزي بصرفها للمواطنين بعد قيامه بعمليات تدقيق لمنظومة الرقم الوطني. طبعا احنا اليوم بشرنا بقبول طلبات من الزبائن اللي هو تكملة لسنتين 2018 حوالي 200 طلب، وغدوة إن شاء الله نباشروا في عملية الحجز إن شاء الله بعون الله تعالى.
وطبعا عملية ببسطة، عبارة عن نموذج بسيط جدا والصورة من جواز السفر والوضع العائلي على 2018. مصارف عدة شهدت حركة مكتظة من المواطنين من أجل استكمال إجراءات الحصول على المنح، حيث قامت بتسهيل المعاملات كي يتمكن المواطن من الحصول على المبلغ المخصص له ولأسرته بسرعة ودون أي عوائق. أغلب المواطنين والمتابعين للشأن الاقتصادي في ليبيا يأملون حصول تعاف كامل للاقتصاد الليبي، خاصة بعد حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها حكومة الوفاق الوطني لمعالجة التشوهات المالية. أعلنت شركة ليبريغا لتسويق النفط انطلاق قافلة جديدة للوقود باتجاه الجنوب محملة بحوالي 1,205,000 لتر من بنزين السيارات وحوالي 174,000 لتر من وقود الديزل. يشار إلى أن الشركة كانت قد سيرت الاثنين الماضي قافلة وقود نحو الجنوب بحمولة 1,278,000 لتر من البنزين وحوالي 257,000 لتر من وقود الديزل، مؤكدة استمرارها في نشر جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بمناطق الجنوب بشكل يومي. هذا وأصدرت شركة ليبريغا تعليماتها للشروع في تجهيز مشروع دوارة الغاز بمنطقة الجيجيب شرق مدينة البيضاء بعد أن جرى توفير الموقع المناسب من قبل بلدية الجيجيب لإنشاء الدوارة. هذا ويجري حاليا استكمال كافة الإجراءات الرسمية من المستندات والخرائط والرسومات الفنية للمشروع بالتزامن مع اعتماد الميزانية لعام 2019 لمباشرة أعمال التنفيذ فور انتهاء أعمال طرح المشروع وإجراءات الترسية. وقعت مصلحة الموانئ والنقل البحري وبرعاية وزير المواصلات المفوض اتفاقا مع شركة تيميل التركية لإعداد الدراسات والتصاميم اللازمة من أجل البدء في صيانة كورنيش طرابلس. ووفق مصلحة الموانئ فإن الشركة ستجري أعمال صيانة سريعة لبعض أجزاء الكورنيش إلى حين الانتهاء من الدراسات والتصاميم التي تستهدف تقديم برنامج تنفيذي لمعالجة المشكلة بشكل نهائي والتي ستستغرق 10 أشهر لإتمامها. نبقى في العاصمة حيث تتواصل بأرض المعارض فعاليات الدورة الثانية لمعرض ليبيا للغذاء بمشاركة نحو 70 شركة محلية ودولية. ويهدف المعرض وفق القائمين عليه لتعزيز ثقافة الشراكة بين القطاع الصناعي الخاص والعام في البلاد والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني. أكثر من 150 نقطة عرض لشركات محلية ودولية تعرض منتجاتها في معرض ليبيا الثاني للغذاء هنا في أرض المعارض بمعرض طرابلس الدولي الذي يستمر على مدى 4 أيام بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية. أكيد إحنا الآن في جناح الشركات المشاركة في هذا الحدث، هذه التظاهرة الاقتصادية وهي المعرض الثاني للغذاء الذي افتتح يوم أمس. طبعا اليوم ثاني يوم، بسم الله ما شاء الله، يعني نسبة الزوار كانت جيدة. هذه التظاهرة بصراحة يعني محتاجة لها ليبيا في هذه الظروف. طبعا جاء هذا المعرض بعد التوقف لهذا المعرض أكثر من 5 سنوات، حيث كان المعرض الأول في مدينة بنغازي والمعرض الثاني اليوم نحن في الأجنحة المشاركة فيه. 7 دول مشاركة منها تونس والمغرب والجزائر وإيطاليا وتركيا التي لها النصيب الأكبر بحوالي 13 شركة متخصصة في المواد الغذائية. السوق الليبي سوق رائع، لدينا 13 شركة عرضت منتجاتها هنا وسنشارك في المستقبل طالما استمرت مثل هذه النشاطات. تعد إقامة المعارض الدولية فرصة لكل العارضين للتعريف بأنشطتهم، كما تسهم في الدفع بحركة التجارة إلى آفاق أخصب وأكثر نموا. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. يشتكي أهالي قرية السبيطات في بلدية وادي عتبة من قلة الخدمات الضرورية والملحة لأبنائها وتجاهل المسؤولين التام لها منذ سنوات. وتعاني القرية عدم وجود وحدة صحية تقدم العلاج اللازم للمواطنين
إلى جانب نقص المياه وانقطاع الكهرباء، فضلا عن تدني البنية التحتية وتفشي البطالة. قرية سبيطات تعد أحدث قرى بلدية وادي عتبة الواقعة ضمن مناطق حوض مرزق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 4000 نسمة، وتشتهر بالزراعة حيث تحيط بها غابات النخيل من كل جانب، إضافة إلى اشتهارها بالصناعات التقليدية والحرفية. تحتوي هذه المحلة على عدد من المباني الإدارية المتأكلة المتمثلة في والمؤسسات المتمثلة في المدارس والمستوصف أو المركز الصحي السبيطات، وكذلك قسم الجوازات بالمحلة. تعاني محلة السبيطات من قلة الخدمات الأساسية واستكمال في البنية التحتية وبعض الخدمات الأخرى واستكمال المباني، وكذلك في الاتصالات من الخدمات الواي ماكس وغيرها من الوسائل التقنية للاتصالات. يعاني سكان القرية من نقص في الخدمات وتردي في الأوضاع المعيشية، فالقرية بها مركز صحي وحيد يفتقر إلى توفر المعدات العلاجية والعناصر الطبية. قلة توفر المياه الصالحة للشرب هي أزمة أخرى تحاكي تهالك البنية التحتية بالقرية بسبب الأعطال المتكررة بالمحطة الرئيسية. نعاني من انقطاع المياه بالذات في فترة الصيف، نظرا لتذبذب التيار الكهربائي لا تصل المياه إلى كافة الناس، لأن المنطقة تمتد حوالي 4 كيلومتر أو أكثر من مكان البير. فإحنا نطالب الجهات المسؤولة من إنشاء بير جديد للمنطقة حتى يتمكن الناس من التزود بالمياه في كافة المنطقة. معاناة وظروف إنسانية صعبة يعاني منها أهالي قرية سبيطات، تتطلب دعم المسؤولين بالدولة عبر مدها بالإمكانيات والاحتياجات اللازمة لتحسين أحوالهم. أقام مكتب مراقبة التعليم بمدينة سبع حفل تكريم لمسؤولي التعليم بحضور عميد البلدية ومديري مدارس المدينة. وجرى خلال الاحتفالية توزيع شهائد الشكر والتقدير لكل من تقلد منصب مسؤول التعليم بالمدينة طوال 30 سنة الماضية، وذلك عرفانا بمجهوداتهم وعطائهم من أجل سير العملية التعليمية على أكمل وجه وفق القائمين على الاحتفال. فالتكريم تكريم معنوي، تكريم الحقيقة لمجهود كبير قمنا به برفقة زملائي في قطاع التعليم، النهوض بقطاع التعليم، والحقيقة اليوم فرحان وسعيد جدا بهذا التكريم. وأيضا هذا دورنا في مراقبة التعليم سبها، أن نقوم هذا جزء من واجبنا الذي أقل ما نقدمه لهؤلاء الناس الذين أعطوا من عمرهم في سبيل تعلم هذه الأجيال. نظمت هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا في طرابلس الثلاثاء مسابقة جائزة ليبيا للابتكار لهذا العام بعد توقف استمر قرابة 4 سنوات. وشارك في المسابقة 40 مشروع تخرج من مختلف الكليات والجامعات، حيث ستعرض المشاريع تباعا على مدى 3 أيام، وسيتم اختيار الأفضل من بينها لاستلام جائزة الابتكار. يذكر أن جائزة الابتكار هي جائزة معتمدة من وزارة التعليم وجامعة طرابلس والجامعة المفتوحة، إضافة إلى مؤسسات صناعية أبرزها الشركة الليبية للحديد والصلب والمؤسسة الوطنية للنفط. الفكرة طبعا هي عبارة عن عمل تنافسي بين خريجي المرحلة الجامعية ومرحلة الماجستير، يعني في كافة التخصصات، يعني في كل تخصص عندنا إذا تراتيب معينة وبناء على معايير خاصة. طبعا في أعضاء لجنة التقييم هم اللي يقيموا طبعا المشاريع الموجودة ويحاولوا يفرزوا الترتيب الأول والثاني والثالث. مختتمة بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان بجامعة مصراتة، فعاليات البازار الخيري
بمشاركة عدد من طلبة الكلية. ووفق القائمين على البازار فإنه يهدف إلى الترفيه عن الطلبة والتخفيف من ضغوط الدراسة قبل الامتحانات النصفية، وستذهب عائداته لصيانة بعض مرافق الكلية والاهتمام بالحدائق فيها. الكلية الطبية بصفة عامة علينا ضغط دراسي وضغط نفسي كبير، فمثل هذه النشاطات تساعد في تقليص هذا الضغط وتحبب الطالب أكثر في الكلية والدخلة في مود الدراسة، خاصة إحنا مقبلين على امتحانات الفترة الجاية يعني. أقامت منظمة آمالنا للإعلام والتنمية الشاملة في طرابلس الاثنين بازارا خيريا لدعم الأطفال المصابين بالأورام وتوفير احتياجاتهم. ويضم البازار ألعابا للأطفال ولوحات فنية وأجهزة منزلية تبرع بها عدد من المواطنين بهدف بيعها وتوزيع عوائدها على الأطفال المصابين. هون هتهون حملة تطوعية لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، هدفها تشجيع المواطنين على المسارعة في دعم المصابين والتخفيف من آلامهم. الهدف الأساسي من هذا الرواق هو الدفع والمساعدة الأطفال والمبدعين في طموحاتهم ورعايتهم، وبالتالي قمنا بالوقوف وراءها لتقديم هذه الحملة هونها وتهون، وهي لصالح الأطفال المرضى بالأورام، وإن شاء الله نكون ساهمنا ولو بجزء بسيط في يعني التخفيف عن هؤلاء الأطفال. الحملة الإنسانية تضمنت تنظيم مهرجان خيري شارك فيه عدد من المهتمين بهدف جمع التبرعات والمساعدة في توفير الأدوية الخاصة وبعض التجهيزات الطبية. احنا نحاولوا في حملة هونها تهون دعم أطفالنا، مساعدتهم ولو بأبسط الأشياء. طبعا كل الشكر والتقدير لكل من ساهم معنا وساهم في نجاح الحملة، وإن شاء الله حيكون لنا تقديم حضور جديد. معاناة الأطفال المرضى تحتاج لتضامن كبير من الجميع، كما أن الجانب النفسي عامل مهم. عبر دعم مثل هذه المبادرة كرسالة لمد يد العون لهم. تشارك مجموعة ليبوتكس يوث تيم الليبية في التصفيات الإقليمية لمسابقة فرصة روبوتيك العالمية التي تقام حاليا في تركيا. ويعد الفريق الليبي الذي يتكون من مجموعة من الشباب يربطهم شغف صناعة الروبوتات الفريق العربي الوحيد الذي يشارك في هذه التصفيات ضمن إقليم بسفورس الذي يضم 32 فريقا. ويسعى الفريق الليبي للتأهل للنسخة 30 لبطولة العالم للروبوتيك التي تقام في الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يشارك فيها 200 فريق حول العالم. تعد مدينة هون العتيقة المعروفة بهون لحويلة من إحدى المعالم التاريخية في ليبيا، لما تحويه من منازل قديمة يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر الميلادي. وتضم هون القديمة عددا من المساجد العتيقة وزوايا تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى 4 أبواب رئيسية وسور حصين. المدينة القديمة بهون، أو كما يطلق عليها محليا هنا هون القديمة، بنيت في منتصف القرن التاسع عشر على حالة توزيع هون الحويلة قديما، محاطة بسور حصين به 4 أبواب رئيسية. المدينة طبعا حسب الروايات أنها أسست بشكل بالنظام المعماري لنفس المدينة اللي كانت هي الحويلة اللي هي بجانب سيدي الحاج عمر. عموما المدينة هذه فترة تأسيسها أخذت فترة طويلة جدا، لدرجة أن الرواية تقول أن آخر من انتقل إليها كان سنة 1909، ثم استمر فيها السكن حتى بداية الثمانينات من القرن المنصرم.
أحياء المدينة قسمت إلى 4 محلات عرف كل منها باسم الربع، وتوزعت بها المساجد والزوايا التي كانت منارات للعلم والمعرفة، منها الجامع العتيق في وسط المدينة من الناحية الشمالية، حيث احتضنت وخرجت العديد من العلماء والفقهاء البارزين عبر العصور. المدينة هذه ذات تشكيل معماري يشبه المدينة الحويلة، لكن ليست بذات الطراز. هذا الطراز نحن نطلق عليه في علم الآثار الطراز الهبودامي، أو بمختصر الطراز السترنجي. خضعت المدينة لبعض عمليات الترميم. للأسف أنا لست راضي بشكل كبير عن عمليات الترميم، لأن في فرق ما بين الترميم والصيانة. الصيانة شيء والترميم شيء ثاني. اللي حدث جزء منه ترميم، ولكن جزء الأغلب منه كان صيانة المدينة. المدينة القديمة بهون تتبع حاليا مراقبة آثار الجنوب، وتقام بها العديد من المهرجانات التراثية والاحتفالات الوطنية، وأبوابها مفتوحة دائما للباحثين والزوار. إذا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل 4 وجرح 3 في مرزق بعد تعرضهم للرماية، وبلد المدينة يؤكد أن قوات الكرامة انسحبت بشكل مفاجئ. عقب رفض واسع بالمنطقة الغربية لاتفاقه مع حفتر، السراج يقول إن الحل لن يأتي من خلال لقاءات ثنائية مغلقة. والحبر يؤكد بيع سندات بقيمة 23 مليار دولار في 4 أعوام، ويعلن عزمهم بيع سندات أخرى هذا العام. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.